السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة هناخد الباب الرابع بالنسبة للتسجيل الطبي والإحصاء. طيب، عايزين نعمل شوية تعريفات هامة عن الموضوع ده. أول حاجة، الإحصاء هو العلم اللي بيدرس تجميع وتبويب عرض البيانات. طبعا لما باخد بيانات لازم أحطها في مجموعة أبواب تبويب، يعني اعملها ابواب، الباب الاول التاني وهكذا، ونعمل عرض للبيانات دي اسمها احصائيات. طيب، الاحصاء الطبي يعني ليه علاقة بقى بالطب، دخلنا في قصة تانية. هنا نفس العلم ده برضه تجميع وتبويب عرض البيانات، بس ليه علاقة بالصحة والامراض. طيب، الاحصاء الحيوي يعني ليه علاقة بالحياة مش بالمرض، بالحياة. طب مرض، انما احنا هنا بنتكلم على الحياة. العلم بيدرس تجميع برضو وتبويب عرض البيانات اللي هي علاقة بالاحداث الحيوية، وفاة، مواليد، زواج، كل دي ليها علاقة بالحياة. طيب، بناخد بياناتنا منين؟ مصادر جمع البيانات دي بتبقى منين؟ طبعا السجلات، احنا قلنا السجلات وهنتكلم عليها تاني، بنتكلم على السن والعنوان والنوع وحاجات كتير. الدراسات الاستقصائية اللي هي بتسميها المسح الميداني، مسح ميداني يعني انا بشيل الناس كلها، بعمل سكاننج للناس كلها، باخد بيانات الناس كلها عن طريق بقى زي السجل المدني والحاجات دي كلها. التجارب، طبعا لما بنيجي نعمل تجارب بناخد بيانات من الناس. مصادر خارجية سواء كانت مجلات، تقارير وهكذا. طيب، طرق جمع البيانات، يا اما بعمل مقابلة شخصية مع الناس وبعمل ملاحظة، الملاحظة دي نوعين، يا ملاحظة رسمية يا غير رسمية. الرسمية دي بيشارك فيها كل الأطراف، زي مثلا نظرة المدرسة ممكن تلاحظ الأداء بتاع العملية التعليمية. تمام. طيب، وفي ملاحظات، في ملاحظة غير رسمية، دي زي ايه بقى؟ إن احنا مثلا موجهات التمريض يشرفوا على العملية التعليمية، هم بره العملية التعليمية بس ممكن يشرفوا عليه. طيب، وفي وثائق خارجية زي مثلا شهادة الميلاد والوفاة والزواج، كل ده بنجيب منها بيانات. طيب، معوقات بقى جمع البيانات دي، ساعات بيبقى في معوقات، ان السجلات ما اتحفظتش كويس فالصفحة اتقطعت وهكذا، او التقارير. القلق والاضطراب من جميع البيانات الخارجيين، ان هما طبعا ممكن جدا جدا تقابلهم مشاكل مع ان هما ياخدوا الاسئلة من الناس، وعدم الامان عند اعطاء البيانات. يعني في ناس ممكن لما اجي اقول لها انت اسمك ايه، سنك ايه، ساكنة فين، جوزك اسمه ايه، تقلق مني، تفتكر ان انا يعني مثلا ظابط او في مشكلة او هي هتحصل لها مشكلة ايا كان يعني. طيب، بالنسبة السجلات الطبية، السجلات الطبية طبعا دي مجموعة من التقارير والنماذج بتحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالمريض من أول ما بيخش المستشفى لحد ما بيخرج. ليها أهمية كبيرة جدا جدا. إيه هي؟ طبعا بتعمل سهولة متابعة الخدمة التمريضية وإن أنا أعليها. تعد أحد وسائل الاتصال بين التمريض والفريق الصحي، بين الدكتور والممرضة، هما بيتصلوا ببعض عن طريق السجلات دي. الدكتور بيحط الاوردرز، الممرضة بتحط الاوردرز وهكذا. بالنسبة للاحتياجات المريض بنفهم هو محتاج ايه، فبيبقى سهل جدا للتمريض يبقى عارف ايه اللي المريض محتاجه. تقديم رعاية طبية جيدة للفرد وللأسرة، تستخدم كأداة لتقييم عمل الممرضة والفريق الصحي. نبدأ نعرف دكتور شاطر، دي ممرضة شاطر، ده كاتبين كل حاجة وهكذا. تستخدم في أغراض البحث العلمي والدراسات، لأن أنا لما بعمل دراسات مثلا مش بقابل العيانين، بس ساعات ممكن من سجلاتهم أخذ منهم معلومات، فلان كان ماشي على علاج ضغط بقى ضغطه كذا، أبدأ أشوف العلاج ده على كذا عيان لما خده من سجلاتهم عملوا إيه وضغوطاتهم كانت عاملة إزاي مثلا. وكمان بيكون سند قانوني للمريض لو عايز يشتكي أو شاكك في إهمال أو ونفس الكلام للممرضة وللطبيب وللمستشفى، يحموهم ان احنا لا عملنا دورنا على اكمل وجه والعيان لا قدر الله هي الظروف ما خدمتوش. تمام. اهمية السجلات لثلاث حاجات قلناهم، للمريض وللمستشفى وللطبيب. طب للمستشفى برضو سند قانوني يحمي المستشفى، احنا دي المستشفى دي فاسيليتي، دي مبنى،
ممكن يتهد بسبب عيان، لا احنا عاملين واجبنا معاه وادي السجل بتاعه والتذكره بتاعته، تقييم كفاءه الفريق الصحي زي ما قلنا، المساعده في منع الممارسات الغير قانونيه، ان حد يطلع شهاده مثلا ان هو كان عيان ودخل المستشفى، لا انت ما عندكش تذكره ليا فانت الشهاده دي غير قانونيه. معرفه استجابه المريض، العيان ده استجاب معاه ولا لا. طيب بالنسبه للمريض برضو نفس القصه، سند قانوني بيحميه هو كمان، ويعرف منه التشخيص بتاعه والفحوصات بتاعته والاشعه، مرجع كمان المريض يرجع له كل شويه لما يجي يرجع المستشفى تاني، ما نقعدش نقول كل القصه من اول لاخرها، يا جماعه انا كنت الفلان الفلاني كنت محجوز عندكم الملف بتاعي رقم 7، تطلعوا الملف يقرا كل حاجه قديمه فاتت كانت موجوده، تمام. وكمان ده بيديك برضو الهيستوري بتاع العيان اللي هو التاريخ المرضي وحاله بتاعت المريض والاستجابته بتاعته كانت عامله ازاي. نفس الكلام بالنسبه للدكتور، برضو سند قانوني بيحميه ان هو عمل شغله على اكمل وجه مع العيان، والعيان بقى سواء ما استجابش او لا قدر الله ما خفش، برضو دي مش مشكله الدكتور. معرفه عدد المرضى اللي بيتم توقيع الكشف الطبي عليهم، معرفه عدد الحالات اللي تم استدعاء الطبيب كاستشاري للحاله، ومعرفه الخطه العلاجيه بتاعت العلاج. طيب القواعد الاساسيه للتسجيل في السجلات والتقارير دي مهمه جدا، لازم تاخدوا بالكم يا جماعه لان ده هيقابلكم في حياتكم العمليه بعد كده. لازم يبقى عندنا دقه في تدوين البيانات، لازم تكون واضحه ومختصره، لازم تكون فيها المعلومات الاساسيه اللي انت شايفاها، مش رايك الشخصي، عيان ضغطه كذا اكتب ضغطه كذا، عيان نبضه كذا اكتب نبضه كذا، ما اكتبش رايي الشخصي، اكتب اللي انا شايفه بامانه قدام ربنا. المحافظه على السجلات نظيفه وبحاله جيده لاني هحتاجها، وقلنا دي سند قانوني يعني بتحميك انت كمان، فلازم تاخد بالك ان انت تحافظ عليها ما تدمرهاش ولا يعني تضيع ولا الكلام ده. وبتعمل سريه حفظ المعلومات، مش اي حد معدي في الشارع يجي يقول ايه انا عايز اعرف العيانه الفلانيه اللي كان اسمها فلانه الفلانيه دي كان فيها ايه او مطلعه له السجل، لا ده هم ناس معينه هي اللي تشوف السجل ده فيه ايه، التذكره فيها ايه، الطبيب المعالج، مدير المستشفى، رئيس التمريض، مش اي حد، تمام. طيب انواع السجلات كتير، في عندنا سجلات رعايه تمريضيه، وفي عندنا سجلات الاداريه. السجلات الرعايه التمريضيه هي ايه؟ سجلات الاسره اللي بنسميها الفاميلي تشارت، سجلات الملاحظات التمريضيه، سجل المسؤوليات التمريضيه اللي هي بنسميها نيرس ريسبونسبيلتيز اللي هي بتاعت، احنا هنشرح كل الكلام ده، اللي هي بتاعت الفايتال ساينز، سجل او بطاقه المريض دي بتاعت العيان نفسه اللي هي بنسميها بيشنت ريكورد، وفي سجل المتابعه بتاعت التردد الفولو اب ريكورد، وفي سجل التخلف اللي هو الديسكونتينيو ريكورد اللي هو هنشرح كل الكلام ده برضو، سجل التحويل ده لو حد هيتحول بنسميه ريفيرال ريكورد، سجل بدل فاقد للادوات لان يعني الادوات دي بتبقى عهدتك ودايما انت اللي بتاخدي بالك منها بنسميها ريبليسمنت ريكورد، سجل القيد اليومي ده ديلي كيسز ريكورد وده بيبقى غالبا في العيادات، سجلات الاحصائيات اللي هي ستاتستيكال ريكوردز. طيب واحده واحده هنشرحهم وبعد كده هننقل على السجلات الاداريه. بالنسبه للسجل بتاع الاسره، وقلنا ان ده بيبقى موجود خاص لكل اسره في كل مكان بيشمل كل افراد الاسره. تاني حاجه سجل الملاحظات التمريضيه اللي انت بتشوفيها على العيان وبتستعملي فيها التخطيط بتاع الرعايه بتاعك، يعني مثلا العيان ده هيتقاسله السكر كل 3 ساعات بتكتبي في السجل ده، اللي عندها يتقاس له الضغط كل 3 ساعات بتكتبي في السجل ده الفايتال ساينز وهكذا. سجل ده ملاحظاتك. سجل المسؤوليات التمريضيه بقى اللي هو انت بينك وبين الممرضه زميلتك هتسلموا بعض ايه؟ هي سلمتك ان العيان ده خد العلاج الفلاني بيتقاس له السكر كل كذا وبتاع، بتكتب لك ايه في السجل ده؟ بتيجي انت تسلمي منها الشيفت تقري زميلتك عملت ايه عشان تعرفي انت المفروض هيتعمل لك ايه؟ او انت المفروض تعملي ايه معاكي في الشيفت بتاعك، او هي تكتب لك انت في الشيفت بتاعك اسحبي له التحاليل الفلانيه او وديه يعمل، هي بتكتب في السجل ده.
طيب سجل او بطاقه المريض دي بتبقى كل العاملين المكلفين برعايه هذا المريض عارفين ان السجل ده هو اللي بيبقى حاضر فيه كل التاريخ بتاعه، علشان يبقى سهل على العيان لو راح للدكتور محمد، الدكتور احمد، الدكتور محمود، ايا كان، هيطلع البطاقه بتاعته، الدكتور هيشوفها، هيفهم حالته، هيبدا يواصل على نفس الشغل اللي عمله الدكتور فلان وفلان وفلان. طيب طبعا دي زي مثلا عينين السكر، ده كل شويه بيجي عشان يصرف علاج ويتقاسله سكر. عينين الضغط نفس القصه، كل شويه بيجي بنقيد كمان في السجل بتاعه. طيب سجل متابعه التردد، طبعا ده بيبقى عيان متردد كل شويه، يعني بيجي كل شويه على العياده لاي سبب، زي ما قلنا مرض مزمن زي السكر او الضغط او بيجي كل شويه عشان يتقاس سكر ويصرف علاج، يتقاس ضغط ويصرف علاج. الحوامل، التنظيم الاسره، العيادات دي مترددين باستمرار، فده اسمه سجل متابعه التردد في الوضع، انا كل شويه بشوفه. طيب سجل تخلف، واحد من العيانين دول المفروض يجي مثلا يوم واحد في الشهر، مجاش، بكتب في السجل بتاع التخلف ده انه تخلف عن التردد، ما بقاش بيجي في المتابعه بتاعته، ما بقاش بيجي. فلما يجي بعد كده يجي لي ضغطه عالي جدا، وبقى يبقى نزيف داخلي في المخ، وبقى عايز يشتكيني قانونيا، وانتوا مش مقصرين ومهملين، لا يا بابا انت ما جيتش في الميعاد بتاعك، انت كنت المفروض تيجي وانت اللي ما جيتش، يبقى انا بحمي نفسي بالسجلات دي. طيب تاني حاجة سجل التحويل، حالة صعبة مش هينفع نعالجها في المركز، هتبقى عايزة رعاية مركزة، وهتبقى عايزة غرفة في المستشفى أو عملية جراحية، ده لازم يتحول. يبقى انا كدكتور بكتب له التحويل، والتحويل ده بيتقيد في السجل ده ان العيان ده اتحول علشان حالته تستدعي كذا في يوم كذا تاريخ كذا الساعة كذا، يحميني قانونا. لو العيان ده لا قدر الله وهو راح في الطريق او ما راحش المستشفى، روح بيتهم ومات، ما يجيش اهله يشتكونا، لا يا جماعه احنا كنا محولين وهو معاه التحويل ولا ما راحش، يبقى دي مشكلته هو مش مشكلتنا احنا. نفس القصه سجل بدل الفائت بتاع الادوات، كل ممرضه بتبقى ليها عقده، السماعه، جهاز الضغط، جهاز السكر، ايا كان، الجهاز باظ وارد لان الاجهزه ممكن تبوظ ليها عمر افتراضي، هتكتبي في السجل ده ان الجهاز ده بالسيريال نمبر ده باظ في التاريخ ده، وبلغنا الاداره وبلغنا الصيانه وقالوا لا هنبعت نجيب جهاز غيره، يبقى ده بيحميكي انت برضه قانونا ويحمي الشغالين معاك، واول ما الجهاز يبوظ تبعتي تعوضي واحد غيره على طول. طيب سجل القيد اليومي، سجل القيد اليومي ده على حسب طبيعه العمل اللي جوه موجوده في العيادات وفي مكاتب الصحه بيبقى دايما موجود الكلام ده، السجل ده بيكتب فيه كل حاجه، عدد الوفيات اللي تمت النهارده كام، عدد المواليد اللي تمت النهارده كام واتسجلت، عدد شهادات الزواج، عدد شهادات السفر، كل الكلام اللي طلع ده يوميا. التطعيمات نفس القصه، خدنا كام تطعيم، ده يومي، ده يومي بيتعمل يومي. تمام السجلات الاحصائيه دي بقى بنكتب فيها عدد الحالات اللي جت من كل حاجه بقى، المترددين كانوا كام والمتخلفين كانوا كام، وبنبدا نحطهم في اخر الشهر، بنعمل بيهم احصائيه نشوف عدد الناس قد ايه، بنعمل بيهم كيرف احصائي. دي كده بالنسبه لسجلات التمريض. طيب بالنسبه للسجلات الاداريه، السجلات الاداريه هي برضو من المهام مهمه، طبعا في عندنا سجلات رئيسيه لتوزيع ساعات التمريض، سجلات افراد، وسجل الحضور والانصراف، سجل التقييم العام للهيئه. طيب السجلات الرئيسيه بتاع توزيع ساعات التمريض ده اللي هو بالعربي كده بنسميه الروستر او الجدول بتاعه، اللي هو جدول بينك وبين زمايلك، انتوا كل واحد هتاخد كام ساعه في اليوم وفي الاسبوع وفي الشهر. تمام طيب علشان يبقى كل واحده عارفه هي هتيجي يوم ايه في الاسبوع، من الساعه كذا للساعه كذا هي في الشفت ده، تبقى مظبطه ظروفها كمان في البيت والكلام ده كله. طيب سجلات الافراد هي بقى بتتكتب فيها ايه، كل مكتب صحي بيكتب لكل ممرضه سجل بطاقتها، شهاداتها، سواء كانت بكالوريوس، دبلوم، ايا كان،
برضه نفس القصة، شهادة الميلاد والكلام ده كله، لو ذكور أولاد بيبقى ليهم شهادات الجيش، الفايل بتاعك من الآخر اللي هو السي في بتاعك. طيب وده بيبقى موجود في شؤون العاملين غالبا يعني. طيب سجلات حضور والانصراف، ده طبيعي ان كل الناس بتيجي الصبح تمضي حضور وتيجي تنصرف بتمضي انصراف، ده بيبقى موجود مع الموظفين والاداريين. طيب سجلات تقييم عام لهيئة التمريض والموظفين، ده بيبقى تقييم موجود في فلانة دي اشتغلت كويس جدا يبقى دي هتاخد مثلا 90% كدرجة تقييم، فلانة دي ما بتشتغلش ومش مهتمة يبقى انا مش هديها اكتر من 50% يعني على حسب. تمام، نفس الكلام بيتم للموظفين، نفس الكلام بيتم للأطباء. طيب بالنسبة للتقارير، التقارير هنا بقى بتتعلق بالمشاهدات التمريضية اللي بتشوفها الممرضة أثناء رؤيتها للمريض، وهنا لازم تسجل اللي بتشوفه فعليا مش رأيها الشخصي. وقلنا قبل كده لازم تكتبي اللي بتقوليه دي أمانة قدام ربنا، ده ضغطه كذا، ده نبضه كذا، ده سكره كذا، عشان ده حياته. طيب أنواع التقارير بتاعتنا إيه؟ تقارير خاصة بالرعاية التمريضية، تقارير مكتوبة وتقارير شفوية، وفي تقارير إحصائية وفي تقارير مالية. طيب إيه هي التقارير؟ قلناها شرحناها، التقارير اليومية زي ما قلنا المكتوبة دي بتبقى مكتوبة عن طريق النشاطات اللي إحنا بنعملها يوميا، سواء بقى نشاط تثقيف صحي، نشاط تنظيم أسرة، كل ده بيتعمله تقرير. التقارير الشفوية دي اللي بتتقال مثلا رئيسة التمريض قالت لك حاجة وما لحقناش نكتبها، فبنكتب يعني بنقولها شفوي، نقول ان هي قالت كده شفوي. تمام، طبعا تقارير احصائية احنا قلناها بناخدها زي السجلات بالظبط، العدد اليومي لكل حاجة، الوفيات والمواليد وهكذا، وتقارير مالية. طيب نيجي بقى لحاجة مهمة قوي صغيرة لازم ناخد بالنا منها، حاجة اسمها المؤشرات الصحية في المجتمع. المؤشرات دي بنشتغل عليها، قصاص المؤشرات دي ان هي تبقى فعاله وصحيحه وموضوعيه وذات حساسيه ومحدده. والمؤشرات الصحيه دي بتبقى متغيرات بتساعد على قياس الاحداث الحيويه اللي بتحدث في حياه الفرد او المجموعه من ميلاد، وفاه، مرض. طبعا الاحصائيات الحيويه اللي احنا قلناها في الاول دراسه الاحداث الحيويه اللي بتحدث للناس، تستعمل المعدلات دي في النسب في تحليل البيانات. المعدلات الحيويه دي مقاييس احتماليه للي ممكن يحصل للناس دي في زمن ومكان محدد. على سبيل المثال يعني احنا عندنا مثلا معدلات اسمها معدلات الخصوبة، في حاجة اسمها الكرود بيرث ريت او معدل المواليد الخام، ده بياخد ايه؟ بنقيس عدد المواليد الاحياء، مش طفل اتولد ميت، طفل مولد حي، في خلال سنة مثلا 2020 بنضربه في 1000 ونقسمه على عدد سكان نفس المكان في منتصف السنة. يعني انا عايز احسب مثلا الكرود بيرث ريت بتاع محافظة القاهرة، بجيب عدد سكان محافظة القاهرة في نفس السنة بتاعت 2020 وده اللي بحطه في المقام، واللي فوق بحط عدد المواليد. على نفس القصة معدل زي معدل المواليد المبتسرين اللي هم الأطفال المبتسرين مش كاملين في النمو، عددهم أقل من 2.5 جرام كيلو جرام، ده في خلال سنة. نفس القصة على عدد الأحياء في نفس السنة، هيطلع لك المعدل اللي اتولد فيه أطفال قد كده. نفس القصة معدل الخصوبة العام اللي هو بنعرف بيه الجنرال فيرتيليتي ريت، الناس بدأت تخلف بقد إيه، عدد المواليد في أحياء في مكان ما في سنة معينة في 1000 على عدد السيدات اللي في سن الخصوبة في نفس السنة ونفس المكان عشان يطلع لي المعدل صح. زيهم بقى حاجات كتير، معدل الوفاة، معدل وفيات الرضع، معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة، معدل وفيات الأطفال في سن ما قبل المدرسة، معدل وفاة خام ده بتاع الناس كلها، معدل وفيات الأمهات، وفي معدلات الإصابة بالأمراض وده معدل انتشار أمراض، معدل الوفاة بسبب مرض معين، معدل تغطية التطعيمات. الحاجات دي كلها بتديني مؤشرات أبدأ أشتغل عليها وأحلل المجتمع ده بياخد خدمة صحية جيدة ولا عنده معدل وفيات عالي ولا معدل انتشار امراض عالي ولا معدل خصوبة عالي، ومن هنا ابدا احدد المشكلة اللي انا عايز اشتغل عليها صحيا. تمام، ذاكروا كويس يا جماعة وربنا معاكم ان شاء الله. الف شكر.